أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية بين يومين، ونبدأ جولة اليوم من ريفي إدلب وحلب، واللذان شهدا يوما داميا مع قصف العدوان الروسي لبعض المناطق وسقوط أكثر من 70 شهيدا. ففي ريف إدلب شن الطيران الروسي غارات على مدينة معرة النعمان، وأسفرت تلك الغارات عن استشهاد 25 مدنيا وجرح آخرين، كما شنت غارات أخرى على فرق الإسعاف والدفاع المدني التي تقوم بإسعاف المصابين جراء الغارة الأولى. في مدينة سرمدة قال مراسل أورينت نيوز إن 10 شهداء على الأقل بينهم 4 أطفال قتلوا إثر غارة جوية روسية استهدفت وسط المدينة. لم يكد جرحها يرجف، معرة النعمان تودع اليوم أيضا عددا كبيرا من أبنائها الذين قضوا في قصف طيران العدوان الروسي في مجزرة بشعة ارتكبها هنا في أحياء المدينة. الأحياء المدنية يستهدفها هذا الطيران كالعادة. في الغارة الأولى قضى على أكثر من 10 شهداء، وفي الغارة الثانية أيضا قضى على أكثر من 5 شهداء، جلهم من الدفاع المدني وعناصر الإسعاف الذين كانوا قد جاءوا للقيام بعملهم الإنساني، فقامت هذه الطائرات بقتلهم وارتكاب مجزرة بحقهم. ولا تزال حتى اللحظة فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. سنلتقي بالأهالي وناشطي المدينة والدفاع المدني لنطلع أكثر على تفاصيل المجزرة، فابقوا معنا مشاهدينا. اللي صار نفذ الحربة، ونحن كنا بالمكتب توجهنا على محل الضربة الأولى. في شباب منه توجهوا بهاي السيارة، أبو عبدو كفرومة وأبو ياسر توجهوا قبلنا، وصلوا هوني، نحن وصلنا للطرف الثاني، نزل القذيفة الصاروخ الثاني عليهم، التنفيذ الثاني. الشباب الاثنين استشهدوا، لقينا جثة وجثة الثانية ما لقينا اشلاء. المكان مدني بالكامل، شوف المكان كله مدني، العالم كله بتعرف وبتعرف المنطقة، المنطقة مدنية 100%، ما في أي مقر عسكري ولا في مسجد هون، بس مسجد إذا عم يستهدفوا المساجد كمان هذا شيء ثاني. طبعا الشهداء أكثر من 15 شهيد، الجرحى أكثر من 20 جريح، دمار الحي بالكامل تم تدميره. هي مجزرة جديدة تضاف إلى مجازر العدوان الروسي التي يرتكبها بحق الشعب السوري. مجزرة معرة النعمان الأخيرة تأتي بعد يومين فقط من توديع المدينة ل 96 شهيدا من أبنائها. محمد الفيصل، أورينت نيوز، من مدينة معرة النعمان، ريف إدلب. وينضم إلينا الآن شاهر سماخ مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب. شاهر مساء الخير. نوري على الزميل وديع. طيب، المعلومات التي لديك بخصوص ما حدث اليوم من قصف الطيران الروسي لشمال إدلب وجنوبه، خاصة معرة النعمان وسرمدة؟ طيب إذا يسر. نعم وديع، يعني هو يوم دامي حقيقة مر على محافظة. نعم تفضل، استمر. هناك فرق بال يعني الصوت يصل متأخر، ولكن تفضل. نعم، يعني هو يوم دامي مر على محافظة إدلب عموما. مجازر بالجملة اليوم الطيران الروسي الذي ما زال يدعي أنه يقاتل الإرهابيين في سوريا. دعني أبدأ بالعاجل الذي وردنا منذ قليل، وهو ارتفاع عدد شهداء مجزرة سرمدة إلى 27 شهيدا، بينهم قرابة 6 أطفال وتقريبا 4 نساء، جميعهم طبعا من المدنيين بدون أي استثناء. المعروف عن مدينة سرمدة أنها مدينة تجارية، لذلك يوجد فيها أناس من معظم المناطق، حيث يوجد من بين الشهداء 5 من مدينة بنش، من بينهم عائلة مؤلفة من الأب والأم والطفلة أيضا التي عمرها 4 أطفال. هناك شهداء أيضا من معاة المصريين ومن الدانة وأغلب المناطق التي تحيط بمدينة سرمدة. عدد شهداء مدينة سرمدة حتى الآن 27 شهيدا، هو الإحصائية الأخيرة لهذه المجزرة. طبعا بالانتقال إلى مدينة معرة النعمان التي أيضا ارتكب فيها طيران روسي مجزرة مروعة ضحيتها حتى هذه اللحظة قرابة 30 شهيدا، طبعا من بينهم عناصر الدفاع المدني وفرق الإسعاف، حيث نفذ الطيران يعني كعادته الطيران الروسي ربما نفس طريقة الإجرام الذي يرتكبها النظام. نفذ الغارة الأولى ليبدأ الدفاع المدني والمسعفين بعملهم في انتشال الضحايا من الشهداء والجرحى، لتعود وتنفذ غارة أخرى في نفس المكان، مما زاد عدد الشهداء إلى 30 شهيدا كما ذكرنا.
معرة النعمان يعني كما ذكر زميلي محمد فيصل في تقريره أنها لم تكد تصحو من المجزرة السابقة منذ عدة أيام والتي راح ضحيتها 96 شهيدا، ليعود اليوم الطيران ويرتكب فيها مجزرة جديدة. وديع، بالنسبة لمدينة سراقب أيضا نفذ الطيران الروسي فيها عدد غارات جوية نتج عنها 5 شهداء وعدد من الجرحى بعضهم في حالات خطيرة. مدينة سراقب المعروف أنها من أكثر المناطق التي يستهدفها الطيران، يعني سواء السوري سابقا وكذلك الطيران الروسي حاليا. تحدثنا مع بعض الأهالي هناك لكنهم يعني يجهلون تماما السبب الذي يجعل منهم ومن مدينة سراقب هدفا لهذا الطيران. طيب، هذه المناطق التي ذكرتها، معرة النعمان، سرمدة، سراقب، يعني الحصيلة أكثر من 60 شهيد في يوم واحد. بالنسبة للجرحى، يعني ما الذي يمكن أن يقدم لهم؟ يعني هل هناك قدرة للمشافي على علاجهم، أم أن إجراء مثلا يتم إخراجهم خارج المناطق لتلقي العلاج وما إلى ذلك؟ ما الحدود لنجاتهم مثلا من الجروح لو كانت صعبة؟ طبعا بالنسبه للاصابات الخطيره فبعض المشافي ربما يوجد بها بعض يعني اجهزه متطوره نوعا ما. يعني مشفى ادلب الذي بعد التحرير تم انشاؤه يتلقى بعض الحالات الخطيره، كذلك مشفى باب الهواء الحدودي. الحالات التي تكون خطيره جدا يتم نقلها فورا الى الداخل التركي. المشافي في المناطق المحررة معظمها غير مؤهلة لاستقبال الحالات الخطرة والتي بحاجة لأجهزة متطورة كالطبق المحوري لتصوير طيب شهر سماء الإصابات. نعم. لكن يعني الحالات يقدر الله أن تكون في ربما سهلة، وكما ذكرت الحالات الخطرة جدا يتم نقلها فورا إلى الداخل التركي. شهر، شكرا. شهر سماء، مراسل أورينت نيوز من ريف إدلب. أما في حلب فقد استشهد 25 مدنيا على الأقل جراء استهداف طائرات العدوان الروسي بأكثر من 15 غارة جوية بالصواريخ الفراغية مدينة منبج بريف حلب الشرقي. إلى ذلك استهدفت الطائرات الروسية بغارات أخرى السوق الشعبي في قرية معر 6 الخان موقعة 20 شهيدا في صفوف المدنيين. لم تكد دماء شهداء المجزرة التي ارتكبتها طائرات العدوان الروسي في بلدة عنجار بريف حلب الغربي تجف حتى أتبعتها هذه الطائرات بمجزرة جديدة لا تقل بشاعة عن سابقتها، وهذه المرة في بلدة معرست الخام بريف حلب الشمالي، والتي أدى قصف طائرات العدوان الروسي للسوق الشعبية فيها ومركز لتوزيع الخبز إلى استشهاد قرابة 20 مدنياً ووقوع عدد كبير من الإصابات ودمار طال عشرات المباني السكنية المحيطة. تم استهداف تجمعات، يعني كان طيران الاستطلاع طول الليل والفترة الصبح بيجول بالمنطقة، يعني هدف المدنيين ما هو أكثر، يعني لا تجمع عسكري ولا شيء. استهدف مركز تجمع للبيع وبسطات الخضار وما شابه، واستهدف مركز ضيع، كان في مركز توزيع خبز كان عبوزع قبل شيء تقريبا بعشر دقائق الخبز، خلص توزيع الخبز ومشي، كمان التصوير أكيد كان مصورة الطيارة، فاستهدف مكان التجمع لهذا. هدفه قتل المدنيين، تهجيرهم، تغيير البنية الديموغرافية للبلد ما هو أكثر، يعني من هيك إيش في مدنية وتهجيرهم برا البلد، هاي الهدف من الغارات كلها يعني. وكما هو الحال عقب كل مجزرة ترتكب يخرج من نجا منها للحديث عن طبيعة المنطقة المستهدفة وكونها مدنية بامتياز لا تواجد فيها لأي مقرات عسكرية أو نقاط أمنية، ما يجعل أمر استهدافها من قبل طائرات العدوان الروسي محل استغراب من قبل الأهالي. يعني هيك عم فيهم تفاجئ مفاجئ بشيء بكون فوقنا، ايش مساوين نحن نلعب بشيلوا بردهم، خط جبهك وهوك عم بستناك، ايش في عنا هون عم تضرب مدنيه؟ كل هالقتله اللي قتلت ما فيهم واحد عسكري، اكثر من 5 نسوان و7 من اطفال و10 شباب راحت عم ياخذوا ماده خبز. الاستهداف هاي بمارسه هونيك اول خط الرئيسي تبع السير ضربون ورجع اجى لهون عند الحافظ ضربهم، والفوانيك باص نقل داخلي كلهم ماتوا، ورجعوا جابوا نشالوا لهون رجعوا ضربوا البيوت هون، ما في شيء جنب الحافظ الجامع، هذول كلهم ضربوا، استهدفوا الضيعه كلها. ونظرا لتواتر قصف طائرات العدوان الروسي للمنشآت الحيويه كالمدارس والمخابز والمشافي خلال الايام الماضيه، فقد ناشد الدفاع المدني في مدينه حلب وريفها الاهالي ضروره الابتعاد عن التجمع في محيط هذه المناطق، لا سيما أنها باتت اليوم الهدف الأول لهذه الطائرات
بعد تجمعات سكانية على حد تعبيرهم. استقبل الأهالي في قرية معرستة الخام في ريف حلب الشمالي صباح هذا اليوم بهذه المزارة التي ارتكبتها طائرة العدوان الروسي، والتي راح ضحيتها حتى هذه اللحظة قرابة 20 شهيدا. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، من ريف حلب الشمالي. ومن ريف حلب أيضا ينضم إلينا خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من هناك. خالد، يعني ما المعلومات التي استطعت الحصول عليها بعد تعرض ريف حلب الشمالي لغارات الطيران الروسي؟ نعم وديع، ارتقى كما أفاد زميلي إبراهيم في التقرير الذي قد عرضتموه قبل قليل 20 شهيدا من المدنيين في قرية معرستة الخان. هذه القرية هي تعد طريق يصل بين بيانون، بين ريف حلب الشمالي وبين منطقة عزاز الحدودية مع تركيا. طبعا النظام، عفوا، طائرات العدوان الروسي استهدفت شاحنات واستهدفت سوق للمدنيين يترزقون منه بسطات للبيع، وهي تعلم ذلك تماما لأنها قد استهدفت سابقا سيارات شحن البضائع ونقل قوت المدنيين من مدينة حلب إلى أريافه وإلى ريف إدلب كذلك الأمر. يعني القصف كان متقصد على هذه المنطقة لقتل أكبر عدد من المدنيين. طبعا وديع، هناك نوعا ما تكتم إعلامي أيضا أو عدم ذكر صراحة إعلامي كبير على المجازر التي تحصل بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها تنظيم الدولة. في ريف حلب الشرقي هناك مجازر مستمرة يوما بعد يوم، لكن لا ترد الصور تباعا إلينا بسبب بأن تنظيم الدولة يسيطر على المنطقة ويفرض على الجميع منع التصوير، هو من يصور وحده، لكن هناك شح كبير في المعلومات. اليوم ارتقى أكثر من 25 شهيد في مدينة منبج في ريف حلب الشرقي وأكثر من 40 إصابة، جميعهم من المدنيين. لم يذكرهم الإعلام كثيرا لأن غالبا المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة يكون هناك شح بالمعلومات. وكذلك مدينة الباب أيضا في ريف حلب الشرقي استشهد فيها أكثر من 10 مدنيين جراء قصف مستمر متواصل على هذه المدينة التي تتعرض لهجمة شرسة منذ أكثر من شهر تقريبا أو أكثر من شهرين. القصف لا يهدأ على مدينة الباب براجمات الصواريخ بعد أن تمركزت راجمة صواريخ في مطار كويرس وبدأت تقصف هذه المدينة التي يعني تحاول صراحة عدد كبير من أهاليها النزوح بسبب قرب النظام عليها بما يقارب 13 كيلومتر. خالد أبو المجد مراسل أورينت نيوز من ريف حلب، شكرا لك. في ريف دمشق شنت طائرات النظام الحربي عدة غارات جوية استهدفت الحياة السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، فيما استشهد 4 أطفال وامرأة جراء استهداف إحدى الغارات الجوية روضة للأطفال في بلدة دير العصافير. قوات النظام ارتكبت مجزرة شنيعة بحق الأهالي بحق المدنيين في بلدة دير العصافير جراء استهداف الطيران الروسي بغارة جوية لروضة وأحد المنازل في الغوطة الشرقية مما أدى إلى سقوط 4 شهداء والعديد من الجرحى، حالتهم خطرة. هنا المكان الذي قصفته قوات النظام وارتكبت به المجزرة. هنا معنا أحد الناجين من هذه المجزرة ليحدثنا أكثر عن تفاصيلها. أخي قاعدين بالبلد وأمان بإذن الله، مأمنين نحن قاعدين هون، ما لقينا إلا الطيران الحربي الروسي ضرب البلد وصار في شهداء وصار في جرحى من البلد. المنطقة عسكرية؟ المنطقة لا، مدنية، ما في ولا أي شيء. إذا يؤكد المدنيين هنا أن هذه المنطقة هي مدنية بحتة ولا يوجد بها أي تجمع لعناصر الجيش الحر أو تواجد لأي من الجيش الحر هنا. هنا معنا أيضا أحد الناجين يحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه المزرعة. يعطيكم العافية أخي. نحن بدير العصافير بلد الحمد لله آمنة وما عندنا أي تواجد عسكري حصرا بالمنطقة هون. النظام الغاشم عم يستهدف المدنيين حصراً وعم يستهدف في عنا هون حضانة للأطفال استهدفها، راح عدة شهداء من الأطفال بالغارة هاي تدمرت مع هالشي، كمان تدمرت عدة بيوت، شوفت عينكم هاي البيوت كلها راحت تدمرت وعنا لأكثر من 6-7 شهداء وعشرات الجرحى. والله يوفقك يا بشار، والله اذا شو ما عملت ما حنستسلم. نحن طالعين على الحق وان شاء الله حنضل على الحق، وشو بدك تساوي ساوي، الروح ما بياخذها غير اللي خلقها.
قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن مقاتلي التنظيم سيطروا على 4 نقاط عسكرية لقوات النظام في منطقة الدوة غربي تدمر، وذلك بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام. كما سيطر مقاتلو التنظيم على 3 دبابات وقاعدة كونكورس مع عدد من الصواريخ الحرارية، بينما شنت طائرات النظام عدة غارات على مواقع لتنظيم الدولة في منطقة الدوة ومدينة تدمر بريف حمص. حركة أحرار الشام أعلنت عن إحباط محاولة تقدم للميليشيات الشيعية العراقية التقدم إلى محاور الزربة وصوامع ومطاحن خان طومان على مقربة من طريق دمشق حلب بريف حلب الجنوبي. كما تمكن الثوار في هجوم معاكس من استعادة منطقة الحرش الواصلة بين خان طومان والكلارية. وبحسب مكتب أحرار الشام الإعلامي فإن 42 عنصرا للميليشيات العراقية والأفغانية لقوا مصرعهم على جبهات ريف حلب الجنوبي، بينهم قادة ميدانيون. 3 ساعات من المعارك كانت كفيلة بقتل 12 عنصرا من ميليشيا النظام الشيعية على محاور الزربة، صوامع خان طومان ومطاحن خان طومان. هجوم، وبحسب بيان لحركة أحرار الشام تحدث عن سير معارك بدأتها تلك الميليشيات وهدفت من خلالها للتقدم على محاور في جبهات ريف حلب الجنوبي وصولا إلى أطراف أوتوستراد دمشق حلب، لتعود أدراجها خالية الوفاض بعد تكبدها خسائر كبيرة في الآليات والعناصر. معارك مشابهة شهدتها جبهة حي الراشدين الجنوبي، ليعود الأمر ويتكرر في محاولة فاشلة ثالثة شهدها محور قرية بردة على جبهة جبل الأربعين، ليرتفع عدد قتلى تلك الميليشيا وبحسب أحرار الشام إلى 42 وعشرات الجرحى. جبهة أخرى يخوضها الثوار في الريف الشمالي ضد ميليشيا جيش الثوار قرب مزرعة ثقيب وقريتي شواغرة والمالكية، في وقت قصف فيه تنظيم الدولة مدينة مارا بالمدفعية الثقيلة وسط تقدم لقوات النظام غرب مطار كويرس العسكري. هذه الاشتباكات تترافق قصفا مكثفا لطائرات الاحتلال الروسي التي باتت لا تفرق بين ساحة معركة ومدرسة أطفال. هذه الصور من بلدة عنجارة التي ارتكبت فيها تلك الطائرات مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 30 مدنيا جلهم أطفال في قصف صاروخي شمل 3 مدارس. قصف جوي مكثف، ولنفس الطائرات الروسية طال خان العسل وأورم الكبرى ومعارة الأرتيق وكفرناها وكفرجوم والشيخ علي وحور، سقط جراءه المزيد من الضحايا. بعد انقضاء مهلة 24 ساعة التي أعطتها ألوية مجاهدي حوران لقوات النظام لفك الحصار عن مضايا، بدأت الألوية بحملة قصف على مواقع قوات النظام في درعا، وأكدت أن وتيرة القصف ستبقى في زيادة يومية حتى فك الحصار عن مضايا. فإننا في ألوية مجاهدي حوران نعلن نصرة لأهلنا في بلدة مضايا، استهداف كافة أوكار النظام المجرم وميليشياته الإيرانية في كافة مناطق محافظة درعا بحمم صواريخنا وقذائفنا. في أول رد فعل عملي من ثوار درعا على حصار قوات النظام لمدينة مضايا، بدأت ألوية مجاهدي حوران حملة قصف لمواقع قوات النظام في المحافظة بعد انقضاء مهلة 48 ساعة التي كانت قد أعطتها لقوات النظام لفك الحصار عن مضايا. بعد انتهاء المهلة اللي أعطتها قيادة ألوية مجاهدي حوران إلى عصابات الأسد والميليشيات الطائفية المحاصرة لأهلنا في بلدة مضايا، بدأت فوج المدفعية الثقيلة في مجاهدي حوران بدك معاقل النظام. احنا عندنا قصف يوميا من ابتداء من اليوم، قصف يوميا، كثافة نيران يوميا لحتى يفك الحصار عن مضايا.
استهدفت حملة القصف في يومها الأول مواقع النظام في اللواء 15 واللواء 79 وقيادة الفرقة 9 والكتيبة 107 في الصنمين واللواء 82 في الشيخ مسكين واللواء 112 في إزرع وتجمعات قوات النظام في السحيلية والدلي بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات. كما وصلت قذائف الثوار للمرة الأولى إلى الفوج 89 ومقر قيادة المدفعية والصواريخ بالقرب من بلدة جباب، فيما أكدت مصادر خاصة لأورينت نيوز من داخل الصنمين مقتل ضابط في الفرقة 9 برتبة عقيد وعدد من العناصر، إضافة إلى مقتل ابن قائد اللواء 15. لفك الحصار عن أخوتنا في مضايا، نحن فوج المدفعية الثقيلة في ألوية مجاهدين حوران قمنا بدك معاقل النظام في فوج جباب والفرقة 9 واللواء 82 في الشيخ مسكين واللواء 112 في إزرع والسحيلية والدلي في سلاح المدفعية الثقيلة من 122 و130 ودبابات. مضايا لا تحزني، اهل درعا معك إلى الموت. فيما توجه ألوية مجاهدي حوران التابعة للجبهة الجنوبية دعوة مفتوحة لكافة فصائل الجنوب للمشاركة في حملتها، فإنها تؤكد أن حملتها ضد مواقع النظام في درعا مستمرة وفي وتيرة متزايدة حتى كسر حصار مضايا. تقول ألوية مجاهدي حوران بأنها مستمرة في حملتها النارية على مواقع النظام في حوران حتى فك الحصار عن مضايا. بشر أحمد، أورينت نيوز، درعا. يواصل النظام تعويض خساراته البشرية عبر تجنيد المزيد من المرتزقة، أخرها دعوة وجهتها قواته للانضمام إلى صفوف ميليشياتها تحت مسمى الألوية التطوعية مقابل أقل من $100 شهريا للمرتزق الواحد. على وقع الخسائر البشرية المتواصلة في صفوف النظام تحاول قواته التعويض عبر توظيف مزيد من المرتزقة، حيث بدأت تستجد الشبان مقابل إغراءات مالية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها للانضمام إلى ميليشيات الشبيحة تحت مسمى الألوية التطوعية الجديد. وبحكم سيطرة قوات النظام على مدن محددة فقط من سوريا، فقد وجهت نداءها إلى المنطقة الوسطى والساحلية إضافة إلى المنطقة الجنوبية، في حين تجنبت إعلانات المرتزقة أي ذكر للمناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، كونها خارجة عن سلطة النظام بشكل كامل. وفتحت القوات المسلحة للنظام باب الانتساب للميليشيا المحدثة أمام الموظفين الحكوميين المدنيين مقابل زيادة في رواتبهم تقدر ب50% من رواتبهم، أما غير الموظفين فينتسبون إلى الألوية التطوعية مقابل 20,000 ليرة يضاف إليها 10,000 ليرة تدفع للمدنيين والعسكريين تحت بند علاوة مهمة قتالية، أي ما يعادل بالمجمل أقل من $100 شهريا للمرتزق الواحد. تسهيلات وإغراءات متعددة قدمتها الدعوات الأخيرة للمرتزقة من قبل النظام، خاصة للمكلفين بالخدمة الاحتياطية في قوات النظام عبر تسوية وضعهم في شعب التجنيد، وكذلك أن تكون الخدمة في محافظاتهم أو بالقرب منها. وكانت شوارع العاصمة دمشق والمدن التي ما تزال تحت سيطرة النظام شهدت حالة من تخفي الشباب خشية اعتقالهم على حواجز النظام وسوقهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، تمهيدا للزج بهم في المعارك على الجبهات الساخنة في مختلف المحافظات السورية.